استاذة رانيا، حقيقة انا مقدر العرض بتاعك، بس انا عندي اكتر من كريدت كارد، فما اعتقدش ان انا ممكن اعمل واحد تاني. طيب تحب حضرتك اديك فرصة يومين وارجع اتابع معاك؟ اي انت مين؟ معلش يا فندم، لحظة واحدة اكون مع حضرتك بس اخلص مع الاستاذ. لا 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 اتس اوكي. اهو مش خلاص، ممكن تقولي لي بقى انت مين؟ انا بشتغل في بنك اي دي سي بي، وعندي عرض عن كريدت كارد كويس قوي. حضرتك مهتم؟ مهتم جدا طبعا. اسمك رانيا؟ ايوه فندم. اسمك حلو يا رانيا، اتفضلي كملي، انا مش هقاطعك مش هقاطعك. حضرتك عندك كريدت كارد طبعا مش كده؟ انا عندي بدل الواحد 4، يعني شبه مستحيل شبه مستحيل انك تبيعي لي حاجه. طيب لو مستحيل بقى يبقى مش عايز اعطل حضرتك. انا ما قلتش مستحيل، انا قلت شبه مستحيل. عشان تبيعي لي الكريدت كارد قدامك طريقه من اتنين، انك تقدمي لي عرض مبهر، عرض مبهر انا ما سمعتش عنه قبل كده، وبناء عليه هتعامل مع البنك بتاعك، وده مش هيحصل. اوكي، والطريقه الثانيه؟ اعرفك على نفسي، احكي لك كل حاجه عني، تعرفيني وتعرفي نقاط ضعفي كلها اللي تدخلي منها وتخليني اشتري الكريدت كارد. انا اسمي اسامه، عمري 41 سنه، مصري، لسه ما اتجوزتش، ما بحبش الدوشه، ما بحبش الزحمه، دكتور في الكيمياء وبدرس هنا في الجامعه، عايش في لبنان وبجي هنا دبي مره او مرتين في الشهر كاستاذ زائر. يعني مواليد 22 نوفمبر، يعني تقدري تعتبريني برج العقرب او القوس.